حد ثالث او حد رابع ولا خامس يقول لك اصل الاهلي خسر الماتش في الاتحاد الافريقي. لا، احنا عمرنا ما هنخسر ماتشات، هنفضل نسعى. احنا ماتشاتنا بنزعق، اولا الماتشات دي احنا بنلعبها على المستطيل الاخضر مهما كان المكان ومهما ده بعدين هنتكلم فيه. ولكن النادي الاهلي لم يخسر شيء، النادي الاهلي هيفضل ورا حقه لتحقيق العداله لجمهوره. اللي عمل ايه جمهوره؟ انا مش عارف انتوا يعني المجموعه اللي بتتكلم دي انتوا متناسين الجمهور الاهلي مليون وكام و30 الف ولا مليون ونص واكتر في هاشتاج مكسر العالم كله من امبارح لغايه النهارده، حضراتكم متناسين كل ده وتطلع تقول اصل احنا اشقاء؟ ما احنا اشقاء. طب تعالوا نلعب هنا. هو احنا عشان اشقاء ما ينفعش ان انا اطالب بحقي؟ بالعكس، المغرب مقدرين جدا. انا كلمني ناس مغاربه كتير جدا من الاصدقاء، لان زي ما قلت لحضراتكم ان عندي اصدقاء كتير مغاربه، وبالمناسبه ودادي الوداديين اللي كلموني كلهم حقكم اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس هم يقولوا لي كده هم بيغزونا يعني الماتش عندنا ماشي انت حر حقكم وقولوا اللي انتوا عايزينه، ولكن انا كمان من حقي ان انا اقف مع فرقتي اقف مع بلدي. لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر الحقيقه انا ما شفتش، ما اعرفش، يمكن الناس بتقول كلام الحقيقه ما ينفعش يتقال، ما ينفعش حتى نتكلم فيه. طبعا احنا اشقاء وطبعا اخواتنا، وحتى لو الماتش اتلعب في قلب نادي الوداد هيبقى هناك استقبال كبير للنادي الاهلي وكل ده، ولكن اين تحقيق العداله واين الموقف العادل من الاتحاد الافريقي للنادي الاهلي ولبقيه الانديه اللي متواجده؟ هل لو كان الموضوع العكس والمباراه في مصر كان اخواتنا في المغرب هيسكتوا؟ حقهم ويدوروا عليه. فمن فضل حضراتكم اقفوا شويه مع النادي الاهلي، اقفوا شويه مع النادي الاهلي خلال الايام القادمه. يمكن البعض منتظر يوم السبت ان هو يخلص ربنا يكرمنا ونصعد للمباراه النهائيه وبعد كده نتكلم. ماشي ماشي، قد تكون موضوع بنفكر فيه أو حاجة بنعملها، لكن المفروض من النهاردة بعد الملحمة الكبيرة جدا اللي عاملها جمهور النادي الأهلي والملحمة الكبيرة جدا اللي بيعملها مجلس إدارة النادي الأهلي، يجب أن يكون هناك إعلام واحد متوحد. إحنا ولا بنغلط في حد ولا نقدر نغلط في حد ولا عمرنا هنغلط في حد، ولكن هنفضل نجري ورا حقنا ونقول إيه اللي بيحصل ونعلن للناس كلها إيه اللي بيحصل. أتمنى أن الموضوع يتغير بعد الكلمتين اللي احنا قلناهم.